تحطيم ايه؟ تحطيم عدد كبير من الطائرات وكمان الايه؟ المعدات العسكرية الإسرائيلية. يبقى نتج عن كده يا شباب زي ما قلنا تحطيم عدد كبير من الطيارات والمعدات العسكرية الإسرائيلية. طب وإيه كمان؟ رقم 2 قال لك عبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية بمختلف أنواعها. كمان عدت الدبابات وعدت المدرعات والاليات العسكريه بمختلف انواعها، وقدرنا ان احنا نعمل بقى اهم حاجه، قال لك تدمير خط بارليف اللي هو كان ايوه بالظبط كده اسطوره اسرائيل. قال لك في 6 ساعات.